نعم. امرأة تسأل عن حقها من زوجها تقول فهو قاس في المعاملة غير منفق عليها. الواجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولا يحل للإنسان أن يقصر في واجب زوجته، بل الواجب أن يبذل لها ما يجب، وليعلم أنها إذا لم تأخذ منه اليوم حقها أخذته يوم القيامة من أعماله. وما ظنك بامرأة تكون خصما لك يوم القيامة؟ اتق الله الآن ما دمت تستطيع أن تؤدي الواجب، ولا تفرط وتهمل. أما بالنسبة للزوجة فنقول لها اصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، واعلمي أن دوام الحال من المحال، وأن الإنسان قد تتغير حاله، واسأل الله الهداية لزوجك حتى يقوم بواجبك. نعم.